مقصد سياحي استثنائي من أرض محتلة تطل على وطن ممزق تستقطب سياحا من كل حدب وصوب بتزامن مع ذكرى خاصة جدا مئوية اتفاق سايكس بيكو. Like broken houses and trees. This is already Syria. إنها سوريا على الجانب الآخر، يخبر هذا المدرس الإسرائيلي هؤلاء الفتية والفتيات، يشرح لهم ما يدور هناك بطريقة دراماتيكية، لا يخبرهم أن الأرض التي يطلون منها على الصراع المفتوح هناك هي أرض محتلة من قبل حكومته، بل كيف يقتتل أعداء إسرائيل منذ أعوام في الدولة الجارة بعد أن رد نظام بشار الأسد بيد من حديد على المحتجين ضد نظام حكمه. كل شخص لا ينتمي للطائفة العلوية أو الدرزية بدأ بالانشقاق عن الجيش وتأسيس ما أطلق عليه الجيش السوري الحر. الجنود الذين انشقوا ينتمون في غالبيتهم للطائفة السنية، فالإسلام ينقسم إلى طائفتين السنة والشيعة، وغالبية الجيش الحر كانوا من السنة. من هي الدولة التي تشكل مرجعية للإسلام السني؟ العربية السعودية التي تمتلك أموالا طائلة والتي بدأت بدورها بدعم الجيش الحر ماديا. بعد ذلك انخرط الكثير من التنظيمات السنية في القتال كتنظيم القاعدة وجبهة النصرة لتقديم الخبرات القتالية. ليس بعيدا عن هذا الإيجاز للحرب السورية، يستمع سياح آخرون إلى روايات بعض عناصر قوة الأمم المتحدة عما يدور على الجانب الآخر من الحدود. بدأوا أشبه بأدلاء سياحيين، فمهامهم لا تتعدى مراقبة الحدود لمنع أي اختراق. ربما تعتبر هذه المنطقة وهي الجزء المحتل من الجولان السوري إحدى أجمل المقاصد السياحية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما على مستوى العالم، لكنها في المقابل لا تبعد سوى مئات الأمتار عن واحدة من أخطر مناطق النزاعات في العالم. يستطيع السياح بأجرة زهيدة رؤية مقاتلي جبهة النصرة وغيرها من فصائل المعارضة السورية على الجانب الآخر عبر مناظير موزعة هنا. مشهد قد يبدو بالعودة للوراء سورياليا. لطالما شكل الجولان عقدة كبرى منذ بدأت المفاوضات لرسم حدود المنطقة عقب اتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور الذي تلاه بعام بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. في اللحظات الأخيرة من المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا حسم وضعه ليصبح جزءا من سوريا تحت الانتداب الفرنسي، مقابل تنازل فرنسا عن الموصل لتصبح جزءا من العراق تحت الانتداب البريطاني. لكن إسرائيل عادت واحتلته بعد عقدين على إعلان قيامها وأعلنت ضمه رغم القرارات الدولية التي اعتبرته أرضا محتلة. في خضم الفوضى العارمة التي تجتاح المنطقة، تبدو إسرائيل اليوم واحة للاستقرار والأمان. على الضفة الأخرى لبحيرة طبرية التي تفصل الجولان عن إسرائيل، كان لابد من القيام بزيارة خاصة. إنها المرة الأولى التي يتاح لي فيها الوقوف على أرض أجدادي. قرية لوبيا التي هجروها في أعقاب حرب عام 48 ومنعتهم إسرائيل كما مئات الآلاف ممن اضطروا لمغادرة أرضهم من العودة. لم تتسنى لوالدي زيارة هذه المنطقة، اتصلت به لأخبره أني هناك. بنص لوبيا حاليا. في بير، في شوية أشياء، في بس ما في حارة، في غابة، في غابة، ما عاد في حارة. يحرص غالبية من يتاح لهم من اللاجئين الفلسطينيين دخول إسرائيل على زيارة قراهم التي دمرت عقب الحرب. تشير أشجار الصبار المتناثرة هنا إلى القرية الفلسطينية التي كانت قائمة قبل العام 1948. ليس فقط السكان والمنازل تم اقتلاعها من هذه القرية عام 1948، وإنما حتى الأشجار. هذه غابة بالكامل حديثة، فقد تم اقتلاع آلاف أشجار الزيتون من هذا المكان، وربما كان هذا البئر أحد الشواهد القليلة جدا المتبقية التي تشير إلى طبيعة الحياة التي كان يعيشها سكان لوبيا في هذه القرية. هل استطاع الإسرائيلي تثبيت ما جرى تغييره عام 1948؟ التغريبة الفلسطينية كما يسميها أهلها،
إنها إحدى النتائج الغير مباشرة للاتفاقات التي أعقبت المفاوضات التي تلت اتفاق ساكس بيكو، وقسمت سوريا الكبرى بموجبه إلى 4 دول لم تحظى فلسطين لليوم بواحدة. لكن ماذا عما تبقى من سوريا بعد 5 سنوات من الصراع الدامي؟ بات الجزء الأكبر من شمالي البلاد يعرف اليوم بروجافا أو غربي كردستان. أحكمت وحدات حماية الشعب سلطتها على غالبية المنطقة. لا علم هنا إلا العلم الكردي، ولا صور إلا صور القائد المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان. كانت الدولة الكردية جزءا من المخططات الأولية التي قسمت على أساسها المنطقة قبل 100 عام، لكنها أسقطت بضغط من مصطفى كمال أتاتورك الذي استطاع لملمة ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية وأنشأ الدولة التركية. يقول أستاذ الفلسفة ابن مدينة القامشلي سربس نبي إنها لحظة تاريخية بالنسبة للحلم الكردي. كلام ربما الكلام من الجانب العاطفي بهذا الخصوص يدفعنا للمجازفة شوي. ويرى أن الظلم التاريخي الذي تعرضوا له كأمة آن له أن يرفع. احنا قربات او غجا عرب. سألته هل يعتقد حقا أن الدولة الكردية لم تعد بعيدة المنال؟ للمرة الأولى الأكراد بعد الحرب العالمية الأولى يخرجون إلى سطح مسرح التاريخ ويصبحون لاعبين أساسيين قادرين على التحكم بمصائرهم. صار لديهم قوة قرار وصوت طاغٍ وحضور مؤثر في موازين القوى في المنطقة. ألا تخشى من رد فعل تركيا؟ قيام بعمل عسكري مالي لتدمير كل ما استطاع الكرد تحقيقه في شمال سوريا؟ تركيا أظن ربما تقدم على مغامرة جزئية في حدود معينة، تقتحم منطقة دونها، لكن لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمنع. نحن لا نستطيع أن نلغي الأتراك ونعيد بهم إلى صحراء منغوليا، ولا هم قادرون على إبادتنا. هذا ثبت تاريخيا. وبالتالي الحل هو في أن نبحث عن سبل الأمثل لإيجاد وسيلة مشتركة، أسس عقلانية للتعايش بين شعوب المنطقة. هذا الأمر ينطبق ليس على الترك فقط، على الفرس وعلى على العرب. على هذه الأرض يطغى الوجود الكردي على غالبية مكونات المنطقة المتنوعة. يقولون إن أولى الاتفاقيات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى أنصفتهم قبل أن تؤذى سريعاً بضغط إقليمي. يفصل نهر دجلة بين سوريا والعراق، وهو أحد خطوط التقسيم التي أعقبت الاتفاقيات الدولية التي رسمت بعد معاهدة سايكس بيكو. اليوم يعود الكرد على ضفتي دجلة لينهضوا بحلمهم من جديد بعد 100 عام على وأده على يد الحلفاء الذين تقاسموا المنطقة آنذاك. بدأ الحلم في كردستان العراق مطلع 90ات من القرن الماضي عقب هزيمة صدام حسين في الكويت. منذ ذاك الحين باتت إربيل عاصمة الإقليم، محط فخرهم واعتزازهم. ورغم الكارثة التي نتجت عن سيطرة المتطرفين على مساحات كبيرة من العراق ولاحقا سوريا وإعلان ما بات يعرف بدولة الخلافة، إلا أن ذاك أتاح للكرد الظهور كقوة بديلة لا يستهان بها. رفقت أمير اللواء السابع في قوات البشمركة الكردية في رحلة خطرة لأقرب نقطة على حدود الموصل والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. بين من هون؟ هاي بالأفق؟ هاي الموصل، هاي برج. أنت شوف برج؟ هاي موصل كل. يسعى الكرد لدفع خطوط الحدود بين الإقليم وجواره العربي. يقول أمير اللواء بهرام عريف ياسين إن البعث العراقي الصدامي أقام حزاما عربيا في هذه المناطق لطرد الكرد منها، وأن للكرد حقوقا تاريخية فيها لن يتنازلوا عنها أبدا. كم تبعد موصل من المكان الذي نقف فيه تماما؟ نحن نبعد عن الموصل من 10 إلى 11 كيلومترا، والنقاط الأمامية لقواتنا عن داعش أقل من 800 متر إلى 1 كيلومتر. هذه التلال التي ترونها هي تحت سيطرة داعش، لأن مركز مدينة بعشيقة عند هذه التلة
تحت سيطرة التنظيم. إذا ما استطعتم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يسيطر على مساحات كبيرة من العراق هنا، هل تعتقد بأن الخارطة قد تعود كما كانت قبل العام 2014؟ نحن لا نكون أي ضغينة للعرب أو الفرس أو الأتراك، نحن نطالب فقط بحقوقنا. لذا برأيي بعد 100 عام على اتفاق سايكس بيكو نلاحظ وجود عدم استقرار سياسي في المنطقة. ثمة حرب بين السنة وحرب بين الشيعة وبين السنة والشيعة، والوحيد الموجود في هذه المنطقة وصاحب قضية عادلة وليس لديه مشكلة مع أحد هو فقط شعب كردستان. لذا وفق قناعتي الشخصية لن تعود الحدود كما كانت أبدا. تسببت الحروب التي خلفها انهيار نظام البعث العراقي وتضعضع نظيره السوري بتغيرات كبرى في هذه المنطقة. ليس بعيدا عن ساحات المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية تنتشر الكثير من المخيمات التي تستقبل مؤقتا اللاجئين الفارين من هول الكارثة. غالبا ما تشكل هذه الخيام محطة أولى في رحلة لجوء طويلة تنتهي دوما في دول شتات الأوروبي. تغيرات ديموغرافية بطيئة لكن يتوقع أن تلعب دورا حاسما في رسم مستقبل المنطقة الغامض. لم تطل الحرب كامل المنطقة التي خط عليها مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو أولى خطوط التقسيم. نجا لبنان حتى اليوم من الشرار المتطاير بعد أن كان دفع ثمناً باهظاً في حربه الأهلية، لكن قنابل موقوتة كثيرة لا تزال تتهدد استقراره. قطعت أراض كثيرة من سوريا الكبرى لتشكيل هذا البلد الحديث عام 1922. ما بدأ فكرة فرنسية لاستقلال جبل لبنان الكبير بأغلبية مسيحية درزية انتهى بإضافة أراض كثيرة بعد فيها المسلمون سنة وشيعة غالبية. يجهد البعض لتعريف هويتهم الوطنية إذا ما عاد الزمن بهم للوراء قليلا. الله أعلم شو في مجازر وشو في معارك، شي تغيير على الأرض. الكاتب والباحث صقر أبو فخر أحد هؤلاء، يقول إنه يفضل تقديم نفسه كشامي نسبة لأرض الشام. لي 3 أوطان، لي وطن تاريخي هو سوريا ونحن لنا جذور تاريخية في سوريا، ولي وطن متخيل ناضلنا في سبيل استرجاعه وهو فلسطين، ولي وطن واقعي هو لبنان حيث ولد تزوجت وولد أبنائي في هذا البلد. على بعد 100 سنة اليوم من سايكس بيكو، كيف ترى مستقبل المنطقة؟ الدولة الوطنية الحديثة التي نشأت على أعقاب سايكس بيكو في بلاد الشام نشأت 4 دول، نشأت 4 هويات متنافرة إلى حد كبير، ومع ذلك الدولة الوطنية الحديثة التي نشأت في 40 القرن المنصرم لم تتمكن من إعادة إنتاج مجتمع وشعب، أي تجعل عملية الاندماج الاجتماعي سليمة. بقينا ما قبل الدولة عشائر وطوائف وإثنيات غير متقاتلة بحكم القبضة المستبدة على المجتمع. الآن حينما جرى تفسيخ الدولة عادت كل هذه العناصر التكوينية لمجتمعاتنا للتقاتل بين بعضها. وصف أحد المؤرخين التسوية التي قادت لولادة الشرق الأوسط بصيغته الراهنة بأنها سلام ما بعده سلام. تنبأ ديفيد فرونكي مبكراً بالكوارث التي ستحل بالمنطقة على خلفية القنابل الموقوتة التي تضمنتها طائفياً دينياً وأثنياً. قال إنها ستنفجر في وجه الجميع لا محالة. يرى معنيون كثر في الشرق الأوسط اليوم أن ما نشهده ليس سوى بداية للفصل الأخير فيما أنتجته هذه التسوية. يخشى الزعيم اللبناني وليد جنبلاط حين يطل على التاريخ الممتد لمئة عام مضى من المقبل. يرى أن المنطقة تتفتت طائفيا وأثنيا وأن الأمل يتضاءل بوقف الانهيارات الكبرى التي بدأت عمليا قبل 5 أعوام لكن أسس لها قبل ذلك بكثير. الدينية أرى فقط كما يجري اليوم حروب لا نهاية لها لما يسمى للمكونات الدينية والعرقية، لأن علينا أن لا ننسى يعني نشوء أيضا دويلات صغيرة عرقية مثل كردستان سوريا اليوم، كردستان العراق منذ سنوات. لكن الأخطر هو الصراع الديني المذهبي السني الشيعي، السني مع الأسف تغير وجه المنطقة. الكيانات الوطنية السابقة تغيرت
تنهار سويدا رويدا في بحر من الدم والخراب، لكن لم تتخذ بعض المنطقة الأشكال النهائية. نحن في بداية طريق سايكس بيكو الذي لم ينفذ عمره 100 عام، نحن في بداية طريق طويل جديد سيغير سايكس بيكو، سنسميه شيئا جديدا، ربما كاري لافروف. اثنيناتهم كاري لافروف مهتمين بشغلة واحدة، أمن إسرائيل. الإطلالة على الشرق الأوسط من إسرائيل تطرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة الأمن والاستقرار الذي تنعم به وسط الخراب الذي يعم المنطقة. قبل 100 عام لم تكن فكرة الدولة قد ولدت بعد، لكنها ألحقت سريعا بمشاريع دول خططها قوى غادرت المنطقة بعد حين. أثخنت الخارطة بالجراح، ومع كثرة المباضع لن يتضح قريبا أي الأعضاء قد يتعرض للبتر في هذا الشرق المريض، وأيها سيستنبت كما استنبتت الدول الراهنة وراء الأبواب المغلقة قبل قرن من الآن. فراس كيلاني، BBC.